بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الاعدادي، طلاب قناة حرق التعليمية، نرحب بكم في فيديو جديد لمنهج الترم الاول في علوم الصف الثالث الاعدادي. اول حاجة نبتدي بيها النهاردة اولاد درسنا هو الدرس الثالث، هو الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة. الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة هنعرف درسنا طبعا بالتفصيل، بس قبل ما نخش في تفاصيل الدرس هناخد اول حاجة عندنا المراجعة الجزئية. بنقول ايه يا اولاد؟ اكمل العبارات الاتية: المعدل الزمني التغير في المسافة هو السرعة، بينما المعدل الزمني التغير في السرعة هو العجلة. اتكلمنا قبل كده ان لما بتتغير المسافة فدي بنسميها سرعة، ولما بتتغير السرعة بنسمي الكلام دوت ايه؟ عجلة. طيب، درسنا النهاردة بيتكلم على انواع الكميات الفيزيائية. قبل ما نخش في التفاصيل، ايه هي الكميات الفيزيائية؟ يعني الكتلة كمية فيزيائية، السرعة كمية فيزيائية، العجلة كمية فيزيائية، المسافة كمية فيزيائية، الكثافة، الحجم، كل دي كميات فيزيائية. الكميات الفيزيائية عندنا يا أولاد في العلوم بتنقسم لجزئين، يا إما كميات فيزيائية قياسية أو كميات فيزيائية متجهة. كميات فيزيائية قياسية أو كميات فيزيائية متجهة. الكميات الفيزيائية القياسية هي كميات فيزيائية يكفي لتحديدها معرفة مقدارها فقط، أو هي كميات فيزيائية لها مقدار فقط وليس لها اتجاه. بمعنى أنا لو جيت قلت لك مثلا كتلة شخص 70 كيلو جرام، 70 كيلو جرام، هل انا محتاج ان انا احدد ال 70 كيلو جرام دول في اتجاه مثلا شمال مصر؟ لا. طب في اتجاه جنوب مصر؟ لا، انا بقول 70 كيلو جرام بس. طيب طول جبل مثلا 8 كيلو متر، طب هل يا مستر انا محتاج احدد ال 8 كيلو متر دول في اتجاه جنوب شرق مصر؟ لا طبعا. يبقى هنا يكفي لتحديدها معرفة المقدار فقط. على العكس يا ولاد، او امثله طبعا، الكميات القياسيه مثل الطول والمسافه وحدتها المتر، الزمن بالثانية، الكتلة بالكيلو جرام، السرعة القياسية هنتعلمها النهاردة المتر لكل ثانية، المساحة متر تربيع، والكثافة جرام لكل سنتيمتر مكعب، ودي كنا خدناها يا ولاد في أولى إعدادي. على العكس بقى يا ولاد، هنتكلم على النوع الاخر اللي هي الكميات الفيزيائيه المتجهه. اتفقنا مع بعض ان الكميه الفيزيائيه القياسيه يكفي لتحديدها معرفه مقدارها فقط. طب نيجي بقى للكميات التانية اللي بنقول عليها كميات فيزيائيه متجهه. قال هي كميات او هي كميه فيزيائيه يلزم لتحديدها معرفه مقدارها واتجاهها، محتاج المقدار ومحتاج الاتجاه. يعني انا مش هكتفي بس ان انا اعرف المقدار، لازم كمان ابقى عارف الاتجاه بتاعه. طب نشوف مع بعض بعض الامثله ونعرف ليه احنا محتاجين الاتجاه. عندي الازاحه، طب الازاحه بالمتر، طب يا ميس هي مش الازاحه زي المسافه؟ اه هي الازاحه زي المسافه، بس لازم تقول لي ان الجسم لما اتحرك المسافه ديت اتحرك في انهي اتجاه؟ اتحرك في اتجاه الشمال، في اتجاه الشرق، في اتجاه الجنوب، في اتجاه الغرب. عشان كده قلنا ان الازاحه ديت كميه متجهه. نيجي برضو للسرعه المتجهه اللي هنبتدي ندرسها مع بعض كده بالتفصيل شويه، هي والسرعه القياسيه. قال لي برضو دي محتاج اعرف الاتجاه بتاعها، الوحده بتاعتها ما بتتغيرش، هي برضو متر لكل ثانيه. العجله عندي متر لكل ثانيه تربيع. عندي القوه في النيوتن. تمام، نبتدي نشوف مع بعض. ما معنى ان يا ولاد الزمن كميه فيزيائيه قياسيه؟ قبل ما ابتدي اجاوب باللغه العربيه لازم افتكر، هو الزمن كان محتاج له اتجاه؟ لا يا مستر. يبقى اي انه يكفي لتحديد الزمن معرفه مقداره فقط، اي انه يكفي لتحديد الزمن معرفه المقدار فقط. القوه كميه فيزيائيه متجهه. لو حد يفتكر معايا الوزن كنا خدناه قبل كده في سنه اولى اعدادي وفي سنه سته، كنت انت تقول ايه مثلا؟ والله وزن الجسم دوت 60 نيوتن، بس كنا دايما نقول ايه؟ في اتجاه مركز الارض. فانا لازم احدد اتجاه في ايه؟ في القوه والوزن. طيب، اي انه يلزم لتحديد القوه معرفه مقدارها واتجاهها. يبقى اي انه يلزم لتحديد القوه معرفه مقدارها واتجاهها. طيب هنبتدي يا ولاد نتكلم بالتفصيل شويه عن الاختلاف بين بعض الكميات الفيزيائيه المتشابهه. طب اول كميتين يا ولاد هندرسهم المسافه والازاحه. واحنا بنتكلم على المسافه والازاحه انا كنت بقول ان الوحده بتاعتي هي واحده اللي هي المتر. طيب ايه بقى الفرق ما بين المسافه والازاحه؟ ده اللي احنا هنبتدي نتعرف عليه بالتفصيل. احنا قلنا ان المسافه دي كميه قياسيه، اما الازاحه كميه متجهه. طب يا ترى التعريف بتاع كل واحد فيهم مختلف؟ ايوه. طب انا دلوقتي لو عندي جسم بيتحرك مثلا من اللي اعتبر نفسك طالب وكل يوم بتروح المدرسه، فانت بتقطع المسافه كل يوم من بيتك للمدرسه، ولنفرض ان انت بتاخد المسافه دي مشي. طب انا عايزه اقول لك انت قطعت مسافه قد ايه النهارده عشان تيجي للمدرسه؟
بتبتدي تحسب انت المسار الفعلي اللي انت سلكته دوت عشان توصل للمدرسة. ولنفرض ان انت طلعت من البيت ومشيت رحت للسوبر ماركت اشتريت اي حاجة تاكلها، وبعدين مشيت تاني رجعت رحت الايه المدرسة. يبقى انا دلوقتي عايز احسب المسافة، هقول هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة الى الموضع النهائي له. يعني انا هحسب المسافة اللي انا قطعتها عشان اوصل من البيت للسوبر ماركت، وبعدين من السوبر ماركت للمدرسة، ده اللي انا هقول عليه المسافة اللي هي المسار الفعلي اللي انا سلكته من موضع البداية اللي هي البيت، موضع النهاية اللي هي المدرسة. طب امال الازاحة بقى عبارة عن ايه؟ قال لي الازاحة بقى حاجة تانية مختلفة، اللي هي ايه؟ هقول هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت، يعني اتجاه واحد، من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي له. يعني ايه يا ولاد؟ يعني كأني كده بعمل خط مستقيم ما بين البيت والمدرسة، هو ده اللي انا عايزه، وهي دي اللي بتمثل لي الازاحة. يبقى الازاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي له. طب عندي بقى حاجة يا ولاد اسمها مقدار الازاحة. طب ايه هي مقدار الازاحة؟ يبقى انا هبتدي اقيس الخط المستقيم ده، الخط المستقيم دوت اللي هو بين موضع البداية وموضع النهاية. عشان كده هقول ان مقدار الازاحة هي طول اقصر خط مستقيم بين موضعي بداية ونهاية الحركة. مثال يا ولاد عندنا بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل حركة سيارة في مسار دائري من النقطة ألف. ركز في الرسمة كويس جدا. خلاص احسب المسافة والإزاحة عندما تتحرك السيارة. يلا بينا دورة كاملة، يعني أخد من نقطة ألف رجع للنقطة ألف تاني، نصف دورة يعني يتحرك من ألف لجيم، وربع دورة يعني يتحرك من ألف لب. طيب الحل بتاعنا، لازم هنا خلي بالك لما يكون الجسم متحرك في مسار دائري لازم أكون عارف نصف قطر المسار الدائري. نصف قطر المسار الدائري ده هيجي لك في المسألة ما تقلقش، هو عندنا هنا في المسألة بتاعتنا 7 متر. طيب المسافة المقطوعة، ها في الحالة الأولى بقى اللي هي في حالة الدورة الكاملة، هي محيط الدايرة اللي هي 2 باي نق أو 2 ت نق، كإيه كمصطلح رياضي 2 باي نق أو 2 ت نق. يبقى 2 في 22 على 7 في 7، يعني إيه الـ2 الباي ب22 على 7 ونصف القطر بكام؟ ب7. يبقى طول المسار الفعلي الكلي اللي هو من ألف يرجع لألف تاني 44 متر. في هذه الحالة الإزاحة بصفر. ليه؟ إن الجسم عاد لنفس نقطة البداية، عاد لنفس نقطة البداية، يبقى الإزاحة بتساوي كام؟ صفر. المسافة المقطوعة في الحالة التانية، في حالة النص دورة، حالة النص دورة، يبقى نص محيط الدائرة، نص محيط الدائرة، يبقى نص في 44 دي المسافة ب 22 متر. طب الإزاحة، حدد نقطة البداية، بص على الرسمة، ألف، نقطة النهاية جيم، طول القطر من ألف لجيم هو دوت اللي بيعبر عن الإزاحة في نصف دائرة، في نصف إيه الدائرة. يبقى 2 في نق يعني 2 في 7 بتديني كام؟ 14 متر. بس لازم أحدد اتجاه في اتجاه الشمال، صح يا مستر؟ هو اتحرك من ألف طالع لفوق عند جيم، يبقى كده في اتجاه مين؟ الشمال. الحالة الثالثة يا ولاد، طبعا ما ننساش إن الإزاحة بتتكتب في متجه وألف جيم متجه. المسافة المقطوعة في حالة الربع، ربع محيط الدائرة اللي هي من ألف لب، بص على الرسمة كده، من ألف لب ده ربع المحيط. دي جابها ازاي؟ عادي يا مستر، انا جبت المحيط ب 44، يبقى ربع المحيط ربع في 44، يبقى الحته دي من ألف لب بتساوي كام؟ 11 متر. المسافه بتساوي 11 متر. طب الازاحه من ألف لب، خلي بالك انا عايز ايه؟ اوصل خط مستقيم من ألف لب. طب ازاي اجيب قيمه الخط، قيمه القطعه المستقيمه اللي هي من ألف لب ديت؟ هستخدم فيثاغورس، هوصل ألف ميم واوصل ألف ب، هوصل ألف ميم وهوصل ميم ب، هوصل ألف ميم وإيه يا ولاد؟ وميم ب وبرضه ألف ب، يبقى كده عندي مثلث قائم الزاوية. طيب قائم الزاوية، زاوية القائمة هي ميم، بص كده معايا، زاوية القائمة هي ميم. هنا هيحصل إيه؟ هستخدم فيثاغورس اللي بيقول الجذر التربيعي لألف ميم تربيع زائد ميم ب تربيع، ألف ميم تربيع زائد ميم ب تربيع بتساوي الجذر التربيعي لمربع السبعة زائد مربع السبعة، يعني 49 زائد 49، هجيب الجذر التربيعي بتاعهم اللي هو 9.9 من 10 متر في اتجاه شمال الغرب، صح يا مستر؟ لما اتحرك من ألف لب اتجه في اتجاه شمال الغرب. نبتدي نتعرف بقى على تاني نوع من الكميات الفيزيائية المتشابهة أو الاختلاف اللي بينهم. هنتكلم عن السرعة القياسية والسرعة المثابتة.
احنا متفقين مع بعض ان السرعه هي عباره عن المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. طب اللي انا بتكلم عليه دوت عباره عن ايه؟ قال لي ده عباره عن السرعه القياسيه. يبقى اول ما اقول المسافه الكليه المقطوعه خلال وحده الزمن يبقى انا بتكلم على سرعه قياسيه. تمام؟ طيب زي ما انت شايف كده معايا ان عين بتساوي المسافه الكليه على الزمن الكلي. طب انا عايز بقى اعرف ايه هي السرعه المتجهه. قال لي في الحاله ديت انا مش هستخدم المسافه برضه، امال هستخدم ايه؟ انا في الحاله ديت هستخدم الازاحه. يبقى هقول ان السرعه المتجهه هي الازاحه الحادثه خلال وحده الزمن. هقول ان السرعه المتجهه رمزها عين المتجه دوت بتساوي الازاحه اللي هي ت على الزمن الكلي. طبعا زي ما احنا شايفين كده ان السرعه المتجهه والازاحه الاثنين مالهم بيتفقوا في الاتجاه، ولكن بيختلفوا في ايه؟ في وحده القياس، وطبعا احيانا في الايه المقصود. يبقى هنقول تاني ان السرعه المتجهه والازاحه بيتفقوا مع بعض في الاتجاه، ولكن بيختلفوا في وحده القياس والمقدار. مثال: قطعه متسابق 50 متر شمالا خلال 30 ثانيه، خلي بالك طلع شمالا 50 متر في 30 ثانيه، ثم 100 متر شرقا خلال 60 ثانيه، جميل، ثم 50 متر جنوبا خلال 10 ثواني، نزل تحت 50 متر فاخذ في المسافه دي 10 ثواني، ثم عاد الى نقطه البدايه خلال 40 ثانيه، عاد تاني نقطه البدايه خلال 40 ثانيه. احسب: 1 المسافه الكليه التي قطعها المتسابق، السرعه المتوسطه للمتسابق، الازاحه التي احدثها المتسابق، والسرعه المتجهه للمتسابق. لازم ارسم المساله بتاعتي واشوف. هو والله يا مستر اتحرك 50 متر في اتجاه الشمال خلال 30 ثانيه، ثم شرقا 100 متر خلال 60 ثانيه، ثم جنوبا 50 متر خلال 10 ثواني، ثم عاد نقطه البدايه 100 متر خلال 40 ثانيه. يبقى هنا هقول ايه هي المسافه الكليه المطلوب الاول عندي؟ 50 شمال، 100 شرق، 50 جنوب، و100 في اتجاه الغرب لما عاد نقطه البدايه، ده معناه 300 متر. الزمن الكلي حجم 30 ثانية زائد 60 ثانية زائد 10 ثواني زائد 40 ثانية، ده كله يديني كام يا ولاد؟ 140 ثانية. طب أنا دلوقتي محتاج أجيب السرعة المتوسطة المسافة على الزمن، 300 على 140. إيه هي يا مستر؟ إحنا كنا قلنا قبل كده يا ولاد إن السرعة المتوسطة أو اللي هي السرعة القياسية بتاعتنا مجموع المسافات الكلية على الزمن الكلي، يعني 300 على 140 يديني كام؟ 2.14 من 100 متر لكل ثانية. طبعا ما تنساش ان السرعه المتوسطه عين شرطة. نكمل مع بعض المطلوب الثالث، الازاحه. هو حضرتك عايز الازاحه منين منين؟ انا عايز الازاحه في الحركه كلها. طب هو بدا منين؟ من نقطه الف مثلا، عاد لنفس نقطه البدايه، يبقى الازاحه في هذه الحاله بتساوي كام؟ صفر. هو بدا من نقطه زي ما انا مشاور على السهم كده، اتحرك ورجع تاني لنفس نقطه البدايه، هنسميه الازاحه هنا بصفر لانه لا يوجد خط مستقيم ما بين موضع البدايه وموضع النهايه، يبقى بصفر. المطلوب الرابع عندنا يا ولاد السرعه المتجهه، وحضرتك وانت شاطر بتقول السرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن. الازاحه بكام؟ بصفر، والزمن بكام؟ ب 140. يبقى السرعه المتجهه كلها يا ولاد بتساوي صفر، ليس لها قيمه لان الازاحه بكام؟ بصفر. نيجي نتعرف على بعض استخدامات العلم والتكنولوجيا في الجزء بتاعنا بتاع السرعه المتجهه. بيقول لي احنا في اهميه كبيره جدا لمعرفه السرعه المتجهه للرياح بالنسبه للرحلات الجويه. طب يا ترى ليه؟ تعالوا بينا كده نتناقش شويه. اول حاجه بيقول لي ان حركه الرياح بتنشا من اختلاف الضغط الجوي للهواء في المناطق فوق سطح الارض، لان احنا عارفين ان حركه الرياح بتبقى من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. طب حركه الارض بقى حول محورها بتتحرك منين؟ من الغرب الى الشرق في اتجاه الرياح، ومعنى كده ان ده بيأثر في مقدار السرعه المتجهه للطائره. عشان كده يا اولاد بيراعي الطيارون معرفه اتجاه الرياح وكمان سرعه. طيب تعالوا بينا نشوف مع بعض. بيقول لي ماذا يحدث عند اطلاع الطائره؟ زي ما احنا شايفين كده اتجاه الرياح من ص ل س. طب بيقول لي لو ابتدينا او الطائره ابتدت تتحرك في نفس اتجاه الرياح من المدينه ص باتجاه المدينه س، يعني ماشيه في نفس اتجاه الرياح، طب يا ترى ايه اللي هيحصل لسرعه الطائره؟ طبعا طالما الطائره ماشيه في نفس اتجاه الرياح معنى كده ان سرعتها هتزيد. طب يا اولاد لما سرعتها هتزيد
معنى كده ان هتقل زمن الرحله، وكمان كميه الوقود اللي هتستهلكها الطياره هتقل. تمام. طب لو مشت بقى الطياره في عكس الاتجاه، يعني ابتدت تتحرك من النقطه س الى النقطه ص، ايه اللي هيجرى؟ قال لي طب هي ماشيه في عكس الاتجاه، يعني معنى كده ان في مقاومه للرياح على حركه الطائره. طب المقاومه دي هتاثر على ايه؟ انها هتقلل من سرعه الطائره، وبالتالي هتزود من زمن الرحله، وكمان هتزود من كميه الوقود المستهلك. يبقى اولاد ناخد بالنا، عشان كده الطيارين بيراعوا السرعه المتجهه او معرفه قيمه السرعه المتجهه للرياح عند الطيران. ليه؟ هنلخص كل الكلام اللي احنا قلناه دوت. هقول له ان اتجاه الرياح يؤثر على سرعه الطائره، وبالتالي على زمن الرحله وكميه الوقود المستهلك. في نهاية درسنا يا أولاد سؤال متفوقين، نقول مع بعض: ملعب كرة على هيئة مستطيل طوله 60 وعرضه 40، فما مقدار المسافة والإزاحة اللتان يقطعهما لاعب إذا قام بالدوران حول الملعب دورة كاملة؟ إذا قام بالدوران حول الملعب دورة كاملة. شكرا لكم، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل مع بعض فيديوهات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.